يقول فضيلة الشيخ: أنا مغترب ومتزوج وأعمل في محل تجاري، وأرسل الفلوس إلى والدي حيث يقوم بتصريف الأهل مما يحتاجونه من طعام وشراب، وزوجتي موجودة معهم، وأنا لا أرسل لزوجتي نقود شخصيا، فهل أنا مقصر تجاه زوجتي؟ أرجو منكم الإفادة. إذا كان والدك يعطي زوجتك ما تحتاج إليه بالمعروف فلست بمقصر، لأنك قمت بواجب. وأما إذا كان والدك يشف عليها ولا يعطيها ما تحتاجه فالواجب عليك أن ترسل لها ما تحتاجه. لكن إن خفت أن يقع في قلب أبيك شيء إذا أرسلت إليها شيئا خاصا فليكن ذلك بخفية وسر لا يعلم به أبوك، لأن نفقة الزوجة واجبة. وينبغي أن نسأل أيضا أو أن تسأل أنت: هل يجوز أن تغترب عن زوجتك مدة طويلة مع حاجتها إلى وجودك معها؟ نقول: إن طالبت بحقها فليس لك أن تطيل الغيبة عنها، وإن لم تطالب فالأمر إليها. لو بقيت مثلا سنة أو سنتين أو أكثر ما دامت هي لا تطالب بحقها فالحق لها. وهذه نقطة يجب على الأزواج أن يلاحظوها، لأن بعض الأزواج نسأل الله العافية ينسى زوجته ولا يهتم، وربما ييسر له أن يتزوج في البلد الذي هو فيه فيعرض عن الأولى إعراضا كله، نسأل الله العافية. بارك الله فيكم.